السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما الحدث. أفاد مكتب الإعلام الحربي لبركان الغضب أن الجيش صد هجوما لميليشيات حفتر حاولت فيه التقدم صوب الطريق الرابطة بين طريق المطار وقصر من غشير الثلاثاء، مضيفا أن الاشتباكات التي دارت لساعات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، كما استهدفت مدفعية الجيش غرفتي عمليات مصغرة بالأحياء البرية بالإضافة لمخزن للذخائر بمحيط الإشارة الضوئية بخلة الفرجان. هذا وأكد الإعلام الحربي مقتل 4 من ميليشيات حفتر في محاور الوشكة غرب سرت إثر عطب المسلحين لهم. وفي الأثناء تجولت عدسة بانوراما في محور زطارنا جنوب العاصمة طرابلس ورصدت استعدادات أفراد الجيش والقوة المساندة لصد أي خرق لميليشيات حفتر كما حدث بعدة محاور أخرى. إذن مشاهدينا نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ الحوار. على مشارف طرابلس يقف رجال الجيش بعزم الأسود لمنع عدوان حكم العسكر الذي بدأ مطلع أبريل الماضي ليصد غطرسة حفتر المدعومة مصريا وإماراتيا. بمحور زطارنا تكسرت محاولات المعتدي مرارا وتكرار، مناوشات بالأسلحة الخفيفة والثقيلة لمجابهة خروقات الهدنة اليومية لوقف إطلاق النار التي وافق عليها شفهيا فقط. وقاعدين احنا تحت مظلة حكومة الوفاق وقاعدين على الاتفاقية متاع الحكومة ان احنا قاعدين دارين هدنة وقاعدين ما فتحناش خط نار على العدو، وبالفرق ان العدو فاتح علينا خط نار اكتر من مرة مخترق الهدنة بالقضايا في الهاون بالقضايا في الجراد على العاصمة طرابلس على حي بوسليم على مطار ميتيقة وعلى مشروع الهضبة. ففي أرض المعركة كان الضعف والخوف واضحا من خلال استهداف ميليشيات الرجمة للأحياء السكنية وشن هجمات غادرة تحت جنح الظلام. بالنسبة للمعنويات في محورنا 10 على 10 ومحافظين تمركزاتنا بالكامل، ونرجو الدعاء من أهالينا. بالنسبة للمحاور وضع تحت السيطرة بالكامل. بالنسبة للمحور اللي فيه ضعيف نيته الوقت الحالي المحور السياسي، لابد من دعم المحور السياسي لأنه هو اللي يحسم المعركة بالكامل. عين على العدو وإصبع على الزناد استعدادا لأي غدر من حفتر وترسانته العسكرية على أسوار عروس البحر الأبية التي ارتوت بدماء الشهداء الأبرار الذين أبوا إلا أن يجعلوا أرتالا سيرت رمادا من أجل الحفاظ على ما خرج من أجله الليبيون في فبراير من تحقيق للدولة المدنية لا لحكم الفرد فيها من مكان. تمضي الأيام وتظل كل هذه الأحداث سردا وفخرا للأجيال القادمة، فعلى طوق طرابلس تكسرت مطامع الطامعين وتهاوت أحلام المستبدين. أهلا بكم مشاهدينا، وللوقوف على آخر المستجدات الميدانية في محاور القتال في جنوب العاصمة طرابلس انضم إلينا أمير محور عين زهرة السيد يوسف الأمين. أهلا بك يا سيد يوسف، ضعنا في آخر المستجدات التي لديك في محاور القتال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. بالنسبة لمحور عين زهرة بالتحديد اليوم كان تعامل من ميليشيات العدو علينا بالهاون، وحقيقة ردينا عليه بنفس التعامل اللي هو بالمدفعية، فحاولنا نرجعوهم ونصدوهم على بعض على قضيتهم اللي كانت ترمى على قواتنا في الخطوط اليمنية. وبالنسبة لبعض المحاور الثانية، في بعض المحاور فيها اشتباكات وفي بعض المحاور كلها تتعامل بالمدفعية كيف محاور صلاح الدين وكذلك الخلاطات، واليوم في كان اشتباك من قبل ميليشيات العدو صار تقدم، ولكن قواتنا بفضل الله عز وجل ثم عزيمة الرجال فصدوا الهجوم واجبروهم على التراجع، وقاعدين في تمركزات قواتنا في تمركزاتها ومحافظة على مواقعها. نعم. طيب يعني سيد يوسف حدثني على التجهيزات التي لديكم ربما لصد أي محاولة تقدم أو حتى لشن هجوم عليكم من قبل ميليشيات حفتر. والله بالنسبة لقواتنا في جاهزية تامة في كل المحاور، سواء كانت في جنوب طرابلس أم في شرق مصراتة، فكلها بجاهزية تامة، وطبعا مطلقين الهدنة بأوامر من القادة السياسيين وكذلك غرفة الميدان وغرفة السيطرة في الغرفة المشتركة لعمليات بركان الغضب. فحقيقة اثنين مطبقين الهدنة على كيف هي الأوامر صادرتنا،
وحقيقه قوات جاهزه على يتم الاسترداد عليه حتى على تقدم العدو. جاهزيتنا ممتازه وخاصه بعد الامكانيات اللي هي وفرتها حكومه الوفاق والمعدات الجديده، فحقيقه لها دور كبير وموجودين قاعدين في خط النار ومستعدين اي اوامر من الغرفه في التقدم نقدمه. لو تقدم علينا العدو فاعطتنا الغرفه الميدانيه غرفه السيطره بان نحن نرد على الهجوم بما يمكننا من قوه، فردوا عليه سواء بالمدفعيه او بالهاون او بالاشتباك المباشر كذلك، ولكن في جاهزيه تامه ولما يرتفع 100% والحمد لله رب العالمين. نعم، طيب يعني سيد يوسف ماذا لديك حول محاور القتال هنالك في غرب سرت؟ نعم، بالنسبه لغرب سرت القوات ممتازه يعني قواتنا حقيقه في جاهزيه تامه وحقيقه ممتازين، وحتى توزعهم على المحاور توزيع ممتاز جدا، وغرفه تحرير الجسر سرت ما شاء الله يعني بالضبط كفاءه وممتازين، وكذلك القوات اللي موجوده غادي كلها ده يعني قوات قتاليه يعني ممتازه ومتدربه قبل يعني من 2011 هي نفس القوات نتاع 2011، كذلك نتاع قوات اللي هي كانت في البنيان المرصوص، والقوة جاهزيتها تامه وممتازه ومعنيات مرتفعه، وبل يضربوا في العدو بالصواريخ الارض يعني يهاجموا في العدو لما يحاول يتقدم، ولا يدير تجمعات ويحاول يتقدم على 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 شرق مصراته، فهم بفضل الله عز وجل والمعدات اللي عندهم وخبره الشباب يتعاملوا معاه بالمدفعيه وبالصواريخ ارض ارض، وحقيقه في حتى دمار للعدو وفي في في العتاد والارواح، وهذا متبين من معلوماتنا وعيوننا في سر من مستشفى ابن سينا ان هي المستشفى يعني زحم باستمرار بالقتلى والجرحى نتاع مجرم الميليشيات حتى. نعم طبعا يا سيد يوسف، اثناء عمليات الرصد التي تقومون بها سواء كانت عن طريق الطيران وحتى على البر هنا، حدثني على التحشيد الذي رصدتموه لقوات حفتر في هذه الاثناء سواء اليات او حتى مرتزقه. بالنسبه للمعلومات عندنا معلومات تجينا توفينا من 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 الاستخبارات العسكريه المنطقه الوسطى، بارك الله فيهم اليوم دور كبير حقيقه في هي يعني تجميع المعلومات وحقيقه ابلاغ المحاور، وهم موجودين معنا في كل المحاور ويعني يتواصلوا مع وعندهم عيون داخل المدن اللي نستولي عليها مجرد حفتر، فتجينا الاخبار من العيون وحقيقه المعلومات الاستخباراتيه 100% وخبرين على التجمعات سواء من اليات اللي هي تجي عن طريق بن وليد اللي يتركونا وتتوزع على المحاور، ام على الافراد هم سواء الجندويين ام المصريين ام الست كان فيها المجرم حفتر جايب خمس حافلات تفكوا ودخلوا لمحاور انزاره بالتحديد وتوزعوا على المحاور اللي هم في انزاره الكامل المصريين. هذا من 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 مصدر موثوق جدا جدا انه هو شافهم بالعين المجرده وشافهم يتكلموا كذا ونزلوا بالحافلات ثم ركبوا جوا عن طريق بن وليد ومن بن وليد يتابعونا ودخلوا توزعوا في المحاور. يعني عيوننا واستخباراتنا تجيب الاخبار 100% والتفتوا بان في تحشيد في اليات، وحقيقه كل من في تجمع لاليات او نعرفوه يتقدم علينا خرطوا البته ماناش خارطين لان هذه اوامر الساده قلت لك السياسيين وكذلك الميدان والسيطره غرفه ميدان والسيطره، ولكن عندنا امر بان يتقدم علينا ولا نلقوا تجمعات العدو نعرفوه يتقدم علينا خاصه بدرابيننا فنقوموا بالتعامل معه بالهواء والمدفعيه والإصابات تكون دقيقة والحمد لله رب العالمين. طيب يعني سيد يوسف هنا أعرج قليلا على ربما الاشتباكات التي حدثت بالأمس أو قبلها لمحاولة تسلل بعض أفراد من ميليشيات حفتر في منطقة القرابولي والقويعة، يعني كيف هي الأوضاع الآن في هذه المنطقة؟ والله بالنسبة للقويعة والقرابولي طبعا المحاور كلها راهي اليد على الزناد والعين على العدو، وقواتنا بجاهزيه كامله زي ما قلت لك صفقه من دويخ كرمادا، فحتى حاولوا انهم هم يتقدموا هو مش تقدم هو بعض التسلل ويحاول انهم هم بيدير بيه بلبله ويظهر للعالم وللدول الداعمه ليه لصهاينه العرب كالامارات والسعوديه ومصر وجنجويه السودان والدول الداعمه المجرمه ليه انه يثبت انه هو موجود على الارض او شويه في القرابولي وشويه في القويعه وشويه في طريق المطار، ولكن كل ما يتقدم هذا المجرم فحقيقه يعني قوات تثبت فيه خسائر في العتاد والارواح، وهو المجرم هذا لا يهموش القوات اللي يجيبهم سواء كانوا مرتزقه اللي يردم فيهم بكشيك يعني بالجرافه
يرسم فيهم المرتزقه، ولا الليبيين ما يهموش شعبه، هو يحقق مكاسب مكاسب سياسيه قدام العالم وقدام الدول الداعمه المجرمه زي ما قلت لك اللي هم صايرين تعرض بالدرجه الاولى. واضح. امر محور عين زاره سيد يوسف الامين، كنت معنا متحدثا عبر الهاتف، اشكرك جزيل الشكر. ايضا مشاهدينا انتقل الى ضيفتنا هنا داخل الاستوديو الناشطه السياسيه والحقوقيه السيده سميره العزابي. اهلا بك استاذه سميره، وبحديثنا على اخر المستجدات الميدانيه هنالك ايضا في المقابل كانت اجتماعات 5+5 في جنيف، هذه الاجتماعات التي تعنى بالمسار العسكري المنبثق عن مؤتمر برلين، ولكن عندما رجع وفد حكومه الوفاق قال بأن الطرف الآخر رفض كثير من الأمور، يعني باعتبار أن هذا المسار ربما إلى هذه اللحظة لم يأتي بتلك المخرجات المرضية، وأيضا حتى المسار السياسي هو مبني على مخرجات هذا المسار. هنا سيدة سميرة، كيف ترين المشهد في الآونة المقبلة بعد هذه النتيجة من مخرجات 5+5؟ مرحبا بك، مرحبا بالضيوف والمشاهدين الكرام. طبعا اجتماعات لجنة 5+5 وهي مفاوضات عسكرية بين اللجنتين، لجنة من حكومة الوفاق واللجنة الأخرى بالنسبة للطرف الثاني. هذه الجلسات قد يكون النتائج التي توصلت لها تترجمها الأحداث التي سمعنا عنها اليوم والأحداث المتوالية التي كانت الفترة السابقة من الطرف المعتدي على طرابلس. ليست مفاجأة أن هذا الطرف في المدة السابقة لم يشأ الموافقة أو التوقيع على وقف إطلاق النار، وافق على أن تكون هناك لجنة وأن يكون هناك مفاوضات، ولكن لم نشهد أي إجراءات أو آليات أو إرادة حقيقية تريد هذه الفئة من خلالها وقف إطلاق النار أو الجنوح إلى السلم أو تهدئة أو هدنة حقيقية لكي يكون هناك حوار سياسي. طبعا رأينا أن البعثة أعلنت من خلال السيد غسان سلامة بأن الأطراف اتفقت على عموميات يكاد لا يختلف عليها أي طرف من الأطراف، وقد يكون غض البصر بشكل مباشر عن الخلافات الرئيسية أو بالأحرى رفض الطرف الآخر أو الطرف الممثل للطرف المعتدي رفض وقف إطلاق النار وسحب القوات ورجوع النازحين، وبالتالي الطرف الممثل لحكومة الوفاق أعلن بشكل صريح بأنهم قدموا مقترح، وهذا المقترح كان هناك نقاط أساسية. يعني إذا كان لم يكن هناك إرادة حقيقية لوقف إطلاق النار فلماذا تم هذه الاجتماعات؟ لماذا عقدت؟ هل هي كسب للوقت أو هي مراوغات سياسية أم هي إرضاء للمجتمع الدولي لحين إيجاد حل بديل آخر لتحقيق بعض الانتصارات الوهمية؟ عدم التوقيع أو عدم الموافقة على وقف إطلاق النار كما أشرنا ترجم من خلال هذه الهجمات الغادرة التي كان يتوقع من خلالها تحقيق انتصارات، ولكن أكدنا في الفترة السابقة بأن كافة الأطراف سواء كانت السياسية والعسكرية وعلى رأس هذه الأطراف هي الجيش الليبي والقوى المساندة له، فهي على استعداد تام لصد هذا العدوان، كما أنه علني للعالم ككل. الآن سقطت حجة الإرهاب، وجود إرهابيين ومقاومة إرهابيين وأنها ليست قوات شرعية. الآن نعلم جميعا بأن من أهم السمات الرئيسية للجيش هو الامتثال للأوامر العسكرية التي تأتي بناء على مفاوضات سياسية، والتزم طرف حكومة الوفاق وأكد بأنها في التزام تام بالهدنة، علما بأن طرف حكومة الوفاق تحصل على الدعم الحقيقي في الفترة الأخيرة خاصة بعد توقيع الاتفاقية مع تركيا. رغم أن عسكريا يعد موقف قوي جدا إلا أنه جنح للسلام من أجل الوطن، من أجل عودة النازحين إلى أماكنهم، ولكن كان الطرف الآخر استبعد أن يكون هناك فعلا دعم حقيقي. كما لا ننسى بأن يؤكد بأن هناك دول فعلا تدعم عدم وجود حل سياسي في ليبيا،
ما قامت به الإمارات في الأيام السابقة، يعني ليس فقط جلب مرتزقة أو المساهمة في جلب مرتزقة، يبدو أن حتى المرتزقة الآن أصبحت لا تريد الحضور إلى ليبيا، تم الاتجاه أن يتم إحضار أشخاص لا يعلمون بأنهم مرتزقة لليبيا، يعني ملف حتى دوليا لم يتناول بالحجم الكارثة التي تم ارتكابها بشكل علني وبمعلن، بأن تقوم الإمارات بإحضار شباب من السودان للجز بهم في المعارك في ليبيا. فهذه الانتهاكات هي متتالية، فبالتالي لجنة 5+5 يجب أن يكون هناك التزام، ونشهد أن المجتمع الدولي لا يوجه حتى بيانات استنكار، وأن هذا يعد خرق للهدنة وخرق للالتزام بوجود جسم يقوم باتباع بعض الإجراءات أو بعض الخطوات من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار. نعم أستاذة سميرة سعود لك بكل تأكيد لمزيد التفاصيل. فقط نشرك معنا أيضا ضيفنا عبر الأقمار الاصطناعية من مدينة مصرات المحلل السياسي سيد طاهر بن طاهر. أهلا بك سيد بن طاهر، وبحديثي قبل قليل مع الأستاذة سميرة حول مخرجات هذا المسار العسكري في جنيف وما جاء به وفد حكومة الوفاق، هنا سؤالي لك، يعني بعد هذه النتائج من هذا المسار وهذه الاجتماعات في جنيف العسكرية 5+5، برأيك هنا ما مصير الحوار السياسي المقبل؟ بسم الله، حياك الله جميعا، تحية لك ولضيفتك الأستاذة سميرة ولكل المشاهدين. الحقيقة المتأمل للمسار الليبي فيما يتعلق بالأمم المتحدة، وكأن الأمم المتحدة منفصلة تماما عما يجري في ليبيا، يعني وكأن الأمم المتحدة تريد أن تقدم مجموعة ملفات على أن لديها فاعلية ولديها حركة. ما يجري على الأرض مخالف تماما لما حدث في جنيف، ودعنا نتكلم بكل صراحة، يعني هذه الهدنة المفخخة بعمليات عسكرية يومية، هي أنا أعتقد أنها هي استراحة ما بين الجولات واستعداد، يعني أو عملية، يعني الكل يعرف أن هناك قوات تقدم كل يوم إلى الجانبين، هناك دعم للطرفين. الجديد في الموضوع أنه في السابق أن حكومة الوفاق كانت مخدوعة قبل يوم 4/4، كانت الاستعدادات تتم ونفس الخطوات التي تنهجها الأمم المتحدة في دعوتها للسلام، لكن أعتقد أن حكومة طرابلس لم تعد في غفلة، فهي تستعد للمعركة الفاصلة. حتى ما يبث اليوم عن مجلس الأمن واستعداده لإصدار قرار، لن يصدر قرار، نقول لك النتيجة المسبقة، سيدعو إلى وقف إطلاق النار، يعني بمعنى أن كلما اشتدت المسألة على المؤيدين وحلفاء حفتر يلجؤون بضغوطهم الدولية. نعرف تماما أن الإمارات ومصر والسعودية تمارس دورا مشبوها، وتدعمهم في ذلك أحد الدول اللي هي ركيزة في مجلس الأمن فرنسا، بالانتناء على ما ثم في الـ5+5. يعني أنا الحقيقة في وسائل التواصل الاجتماعي 5+5 يعني رياضيا لا تكون إلا رقم آخر أو رقم موجب، لكن كل الناس تقول أن 5+5 هي المحصلة 0. هناك اجتماعات لم يلتقي فيها الطرفان، لا توجد أرضية مشتركة للتباحث، يعني وكأنهم كأن الطرفين لم تكن لهم أجندة واضحة ولم تكن لهم رؤية، هناك مطالب هي متباعدة إلى حد كبير جدا. طرف يعتقد في نفسه أنه وصل على رأي أحد جنودهم أن وصلته رائحة البريوش، طرف آخر يعتقد أن له الحق، وهذا هو الحق الباين والواضح، أن هناك اعتداء وأن هناك خسائر وهناك موت وهناك تشرد وهناك نازحين ولابد من رد المعتدي. ما علينا إلا أن نستعد لمعركة أدعم الله سبحانه وتعالى أن تكون فاصلة وأن تكون بأقل الخسائر. أما ما يجري اليوم فهي لعبة من الأمم المتحدة أو من المندوب الموجود في ليبيا، لكنها لا تقدم حقيقة. نجد في الطرف الآخر طرفا موازيا ما يسمى بالاجتماعات الاقتصادية، ليس لها تأسيس وتجري في دولة هي طامعة في نعم
نعم. طيب يعني هنا سؤال لك أيضا سيد بن طاهر، غموض البعثة الأممية كما تطرقت هنا أيضا الأستاذة سميرة لهذه النقاط، غموضها في التعامل مع هذا الملف الليبي ولم تسمي أشياء بمسمياتها، في بعض الأمور تتغاضى وتغض البصر، وأيضا حتى لمخرجات هذا الاجتماع يعني لم تذكر أي مخرج لهذا الاجتماع حتى هذه الساعة. أنا الحقيقة عبارة غموض عندها كلمة تقال على استحياء، هناك انحراف في مسيرة الأمم المتحدة، يعني للأسف أن كنا نعرف أن في تاريخ الأمم المتحدة كثير من الدول ترفض المبعوثين، وحدث في كثير من الدول حتى في العدو الصهيوني، في مسألة الفيتنامية، في المسألة الباكستانية، يعني كل هذه المسائل يمكن أن أحدى الدول تحتج وترفض هذا المبعوث، هذا ما لم تقم به حكومة الوفاق وهي الحكومة الشرعية، يعني المطالبات اليومية بعدم التعامل مع هذا المبعوث، المظاهرات الشعبية التي تحدث دائما، الحقيقة يعني أيضا ما يجري على الأرض يدل دلالة قاطعة أن هذا الطرف غير مخلص وغير محايد في نظرته للقضية. أما مسألة الغموض لا غموض في الأمم المتحدة، يعني هناك فرض والقليل والكثيرون يقول ذلك حتى في وقت الأمم المتحدة، علينا أن نحافظ على أمن مصر. هل تحافظ على أمن مصر بشأن حرب داخل ليبيا؟ يعني معادلة لا تستقيم، ومحتاجون نحن إلى مواجهة حقيقة الأمم المتحدة ودورها قبل أن يمتنعنا السيل. يعني نعم سيد بن طاهر، هنا ذكرت نقطة أعود بها للأستاذة سميرة، ذكر هنا يعني ربما الضغط على البعثة من الشارع وحتى من حكومة الوفاق، يعني هل بالإمكان هنا أن تغير البعثة من مسارها وتوجهاتها وخطابها لو كان هنالك ضغط من الحكومة؟ فعلا يعني بالنسبة لتوجه أو المسار بالنسبة للبعثة الأممية، وما غسان سلامة إلا شخص يمثل الأمم المتحدة وسياساتها وتأثير الدول التي تسيطر على المشهد في الأمم المتحدة. بالنسبة لحكومة الوفاق، نتمنى من حكومة الوفاق في كافة المجالات أن يكون هناك ردود أفعال تتناسب مع، يعني يكفي أن يكون هناك حتى استهجان قوية واستنكار، بيان استنكار، أن يكون هناك تزامن، يعني نحث حكومة الوفاق بأن تكون على مستوى الأحداث المتسارعة من خلال الناطق الرسمي، من خلال بعث برقيات مستعجلة، إذا كان هناك ردود أفعال متسارعة تتناسب مع حجم إخفاقات الأمم المتحدة وفي بعض الحالات انحرافها وانحيازها لأحد الأطراف، سيكون هذا مؤشر قوي جدا من خلال حتى استلام هذه البيانات وهذه الإجراءات، تؤكد بأنك على علم بأن هناك ليست سياسات، أصبحت إجراءات واضحة وعلنية. يعني أين كانت البعثة قبل توقيع الاتفاقية التركية وأن يكون هناك مطالبة قوية جدا؟ يعني الآن أصبح لا نتحرج حتى كحقوقيين وكنشطاء بأنه بمثابة المجتمع الدولي أدرك بأن حكومة الوفاق أصبح لديها شريك قوي، أنها الآن تستطيع أن تقوم بدحر هذا العدوان. وتأكدت كافة الأطراف بأن لن يكون هناك حل عسكري ولن يكون هناك حسم عسكري، وكافة الدول التي دعمت هذا الطرف تأكدت بأنه لا يمكن له الحسم العسكري، فبالتالي اتجهت لن يكون هناك تشويش بأن يكون هناك مفاوضات سلمية، ومع ذلك اتجهت حكومة الوفاق إلى ذلك. ولكن ينبغي أن يكون كافة الإجراءات سواء كان من خلال وزارة الخارجية، من خلال حتى على مستوى الرئاسة، بأن تكون هناك بيانات قوية من النواب، من الأعضاء، من خلال الناطق الرسمي، تكون دورية ومستمرة وتتناسب. يعني حكومة الوفاق أثناء الهجمة الغادرة على سرت ووفاة عدد كبير من شبابنا الأشاوس في هذه المحاور ومن مدينة مصراتة الصمود، لم نشهد يعني حتى تعزية طليق بحجم تضحيات هؤلاء الأشاوس. يعني يجب أن يكون هناك بيانات استنكار تكون حتى إداريا، حتى إداريا وصول عديد من المراسلات من دولة لها سيادة وعضو في هذه المنظمة الدولية، تؤكد بأن السياسات التي تنتهجها إنها معلنة وصريحة وواضحة، كما أن النشطاء السياسيين والحقوقيين
الحقوقيين، نأمل من كافة الأطراف أن يكون هناك تصعيد كافة الأطراف، حتى المواطن الليبي يجب أن يكون إرادة المواطن الليبي أن تحفز بأن يشارك بأن يكون لديه استقرار لليبيا، يجب أن منادات الجميع بأن إيقاف هذه الحرب. هل هذه المحادثات أتت لكي لا يتم الحسم أو لكي لا يتم دحر العدوان بأن يكون هناك بدائل لا ترقى بأن تكون بدائل حقيقية بخطط واستراتيجيات والحرص على تنفيذها، فبالتالي قد تكون مؤشرات سلبية جدا. واضح أستاذ سمير سعودك بكل تأكيد. أنتقل إلى ضيفنا من انضم إلينا الآن، المسؤول الإعلامي بغرفة الطوارئ مصراتة السيد محمد الشامي. أهلا بك سيد الشامي، بحديثنا على هذا المسار العسكري وهذه الاجتماعات العسكرية والأمنية في جنيف، يعني خرجت الوفود وعادت هنا ولكن لم نرى من البعثة الأممية أي بيان يتحدث حول مخرجات هذه الجلسات. برأيك يعني لماذا كل هذا التكثم؟ هل ربما خوف من البعثة بالاعتراف بأنها فشلت في هذا المسار أم ماذا تحديدا هنا؟ أولا تحية لك ولكل مشاهديك الكرام ولكل ضيوفك الموجودين معك عبر الاتصال أو عبر ضوء الشرق من الاستوديو ولكل مشاهدي ليبيا بانوراما. بالنسبة لغسال سلامة وحديثي على الحوارات الثلاثة السياسية الاقتصادية والعسكرية، كان الأجل به أن تكون هذه القاعدة رصينة، والقاعدة رصينة تتمثل في الاتفاق العسكري أو حوار الخمسة زائد خمسة، ما ينتج عن حوار الخمسة زائد خمسة هو ما يحدد نجاح المسارات الأخرى في مسارات اقتصادية وسياسية، لكن غسال ثلاثة استغل الاتفاق وما هو واقع مع الدولة المدنية من السياسيين ومن الأحزاب وكل من يريد الدولة المدنية ولا يريد العودة إلى المربع الأول في حكم العسكر في الاستغلال عن طريق التقدم والقفز الحوادث حول الحوار السياسي والحوار الاقتصادي حتى أن يمضي قدما دور النظر بشكل كبير للحوار العسكري، ويعلم جيداً أن الحوار العسكري والخمسة يتعارض كثيراً مع مشروع الحكم العسكري لأثر وداعي دول الدعم دول الدعم له، ولهذا حاول القفز على ذلك وتوجه إلى الحوار الاقتصادي وأصل الحوار الاقتصادي بدأ حتى قبل موت مرتضين وقبل حتى إعلان موسكو وتركيا الأخير على الأقرار أو المدة، هذا أكبر دليل على أن غسال سلامة يحاول الحصول على النجاح ممكن غير مبني على قاعدة وسنة، وهذا ما سينفجر في أي لحظة في أي وقت بسبب كل الاتفاقيات وتدنها بعدها ليبيا بحرب أهلية لا لها أول ولا لها آخر، وهذا يبني على أن غسال سلامة ليس هناك بشكل كبير أو هناك دول داعمة لخطته المتمثلة في المسارات الثلاث. المسار العسكري حدثت موضوعها به اللي هو أحمد المتحدة، ونحن على ثقة كاملة بالتواء أحمد المتحدة رئيس دولة الخمسة العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، صرح بأنهم قدموا شروطهم في البداية ولم يتواجهوا مع ميليشيات حصر أو خمسة وأربعين ميليشيات حصر، وتحاولوا أن يكونوا أكثر مرونة وحاولوا أن يقللوا من مطالبهم، ومع هذا رفضت خلفه عسكري مصريين لحسن حتى خروج رد فعلي في برلين، وهو عودة الذين المهاجرين إلى مناطقهم، أي بمعنى أكثر الدقة أنه يريد أن يكون متواجد في أماكن تواجده الآن وهي نوعية وزمنية كمعسكر بيربوك أو بعض معسكرات جنوب طرابلس، وهذا يحدث له أنه يحدث فيه ويعتبر أنه هو حق طوري جزء بسيط من حلمه وهو السلطة عن طريق العسكر، وهذا ينافي كل قواعد برلين وكل لوائح ال 54 التي تعطي لحقوق المهاجرين أو النازحين عما مساكنهم ومسكونهم وجهة الظروف مصر برلين، وهذا السبب هو وحده كفيلا بإبعاد ميليشيات حاسة من العسكر السياسية على الأقل 50 كيلو متر من ناحية منطقية على 50 كيلو متر عن طرابلس، لأن تواريخ الزراج الذي يستحق هذه النقطة الآن باب دجورة وباب الشرق إلى حد العسيجة، كل هذه تحدث منطلقة من معسكر اليرموك من هناك، وهذا أكثر دليل على أن حسن لا يؤمن بالحل السياسي الاقتصادي، هو يحاول حلحلة ميزانه عدم دخول طرابلس لمدة أكثر من 10 أشهر، يحاول الوصول إلى حل أو تغطية لبعض الغرائز وأنفس ميليشياته ووقع ميليشياته العسكرية، فليس هناك لها وثيق، هي منضبطة من الحقوق والحسد على صور الصلاة والشفرية بعض طيب
نعم. بعض الأشياء الأخرى التي يمكننا لإطلاعها كثير والأهلية. واضح وصلت الفكرة سيد الشامي. سأعود لك بيقول تأكيد أنتقي لك سيد بن طاهر، يعني بحديثنا حول هذا المسار العسكري وحتى بالمستجدات على الأرض، يعني كثير وصف الوضع ككل هنا بالجمود. برأيك هنا ما الذي بإمكان أن يكسر هذا الجمود، خصوصا وأن الكل كان ربما البعض المتفائل كان يرى النتائج ستكون مرضية إلى حد ما لتحرك العجلة في المشهد هنا؟ المرضية للطرف الذي يتغير شيء معين، يعني الحقيقة مرضية للأمم المتحدة لسيد غسان سلامة، لأنه أعطته فرصة للمناورة ولإدخال أطراف أخرى. لكن نحن الآن نتحدث والقذائف تسقط على طرابلس، يعني أمامك في الشاشة أنها تسقط على وسط طرابلس. يعني هل يعقل أن يكون هناك حوار والعمليات العسكرية مستمرة؟ أنا أعتقد أن الطرفين الحاضرين في جنيف لا أحد يستمع للآخر، كل منهما لديه شيء داخلي. ومن المؤسف أننا نتحدث عن إخلاء معسكر اليرموك وعن إخلاء المناطق المحيطة. في سابق كنا نقول أنه لابد من عودته إلى قبل يوم 4/4، وأعتقد أن العمليات العسكرية ستسير في لن يكون هناك مجال للتهدئة إلا بعودة هذه القوات بأي طريقة كان بهزيمتها. وأعتقد أن وضع قوات حفتر ليس جيدا، بالعكس الآن ربما الكفة تميل إلى صالح قوات الوفاق اللي هي وقفت ضد قوات حفتر عندما كانت الإمكانيات شبه معدومة. اليوم الوضع أفضل بكثير، وهو ما يحاول السيد غسان سلامة يعني تغطيته بكذبه المعتاد. أنا أعتقد أن الإدارة السيئة لحكومة الوفاق لملف الأمم المتحدة اللي كما أشارت الأستاذ سمير، لأنه ينبغي أن على الأقل تصدر بيانات تدين وعدم رضاها على موقف السيد غسان سلامة. أقول أيضا أن الوضع المتخبط لإدارة الملف العسكري، نحن نرى كل يوم لا وجود لمنطق عسكري خالص، بمعنى أن يكون هناك وزارة دفاع خالصة تكون كان، يعني ما معنى أن تنشأ غرفة عمليات وطوارئ لعملية تقع ضمن دائرة منطقة عسكرية؟ هناك خلل كبير جدا إذا كان متعمدا من حكومة الوفاق فهي مصيبة. يعني الآن نحن محتاجون إلى إنشاء جيش، وهو ما ضيعته علينا حكومة الوفاق التي كانت تراهن على 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 الجيش أو جيش حفتر. نحن الآن الحقيقة لا، دعني أكمل هذه الفكرة. الحقيقة لابد من حكومة الوفاق، لابد لحكومة الوفاق أن تؤسس لجيش، وإن في العواقب ستكون وخيمة. لدينا عسكريين، لدينا ضباط، لدينا قاذرين، لكن لدينا سوء إدارة وتشتيت هذه الإدارة عبر ما يسمى بالقائد الأعلى للقوات المسلحة. وصلت الفكرة سيد بن طاهر. عود لكنا أستاذ سميرة في الاستوديو، يعني الآن مع هذا الخرق المتكرر واستهداف المدنيين، صواريخ عشوائية تسقط على منطقة سوق الجمعة تحديدا باب تاجورة، في المقابل أيضا هنالك جلسة في الغد لمجلس الأمن سيصوت على قرار يدعم موقف إطلاق النار. يعني هذه الجلسة التي سوف تعقد بالغد والقرار الذي سوف يصوت لأجله، هل ربما سنرى شيئا ملزما لوقف إطلاق النار؟ هل بالإمكان أن يكون هنالك شيء ملزم لوقف إطلاق النار في الحالة الليبية الآن؟ نحن نأمل أن يكون هناك قرار، ولكن للأسف الإرادة الدولية إذا كانت الدول التي شاركت في جنيف من ضمنها الدول الخمسة ممثلية الدول الخمسة التي تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن كانت موجودة وشاركت وصرحت عن رغبتها في وقف إطلاق النار، ولكن لم نرى آليات حقيقية وجادة حتى من خلال هذه المؤتمرات على مستوى بسيط أو إدارة أو هذا الملف أو من ناحية الضغط على هذه الأطراف للالتزام بهذا الوقف، أو أن يكون هناك بيانات مباشرة تخرج بعد أن يرفض طرف التوقيع، بعد أن ينتهك مباشرة هذه الهدنة أو لا يلتزم بوقف إطلاق النار، فبالتالي يعكس
الممارسات خلال الفترة السابقة برصدنا لكافة الإجراءات الدبلوماسية لهذه الدول أو لهذه التيارات، فبالتالي تعكس ما مدى جدية أن يكون هناك إصدار قرار حقيقي ستجلس كافة الدول وتؤكد بأنها تريد حل سلمي في ليبيا، وأن وجود المشاكل في ليبيا لها أثار سلبية سواء كان على ملف الهجرة غير الشرعية وتزايد الإرهاب في ليبيا. تكاد تكون كل البنود يعني قد نحتاج أن نعرضها لكي نحرقها مثلا غدا، بأن عدم الاستقرار في ليبيا ويجب أن يكون الحل ليبي من خلال الأطراف الليبية وتكرار لكافة الإجراءات السابقة وكافة البيانات الفضفاضة التي لا تفضي إلى إجراءات وآليات حاسمة. بل إن لو كانت لديه إرادة حقيقية هو لا يحتاج مجلس الأمن حتى إلى استصدار قرارات، إن القرارات السابقة الصادرة عن مجلس عن الأمم المتحدة القرارات السابقة الموجودة تكفي بأن تكون رادعة، حتى من خلال تفعيل الصخرات هناك قرارات أممية صدرت ولم تفعل. لو كانت الإرادة جادة وفعلية لرأينا أن هناك قرارات بأن يمنع منعا باتا بالنسبة لموضوع ملف النفط أو التحكم فيه أو إدارته أو مسه من أي طرف سوى المؤسسة الوطنية للنفط المعترف بها في طرابلس، وأدانت المؤسسة واستنكرت هذه الأفعال، ولم نرى تفعيل لأي من القرارات سابقة صادرة، ونعلم جميعا تفعيل القرار والسير من خلاله أسهل بكثير من السعي لاستصدار قرار. فهذا يعكس ويؤكد ولكن بمثابة أنها تريد أن تزيل الحرج بأن الملف الليبي موجود، وأنه موجود في أروقة البعثة الأممية والأمم المتحدة، ولكن لا يوجد أي قرار فعلي. وهذا فعلا ونؤكد، ولكن التاريخ مع الوقت سيؤكد بأنه منعرج حقيقي محرج للأمم المتحدة، أن لغة المصالح على حساب الشعوب، على حساب النازحين، على حساب حقوق الإنسان، على حساب حقوق الطفل. نوجه رسالة اليوم لكل المسؤولين الجالسين غدا في مقاعد الأمم المتحدة، الحقيقة واضحة ولا نحتاج حتى لكلمات يسمعها المواطن الليبي أو المجتمع الدولي أو حتى شعوبكم، لأن قراراتكم واضحة في إهمالكم وعدم التركيز على الضحايا الليبيين. نعم سيدة سميرة، سأعود لك. أنتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف السيد الشامي مسؤول العام بغرفة الطوارئ. يعني الآن هنالك قذائف عشوائية وصواريخ تسقط على المدنيين في طرابلس تحديدا منطقة سوق الجمعة. أنتم في غرفة الطوارئ هنا كيف تتابعون كل هذه الاستهدافات للمدنيين وكيفية رصدها أيضا؟ نعم، احنا في غرفة الطوارئ الخاصة نصراتها في اجتماعات دورية ويومية قد تصل إلى 7 إلى 8 ساعات، وذلك اتصال مباشر خصوصا مع غرفة العمليات الميدانية في مدينة طرابلس، وأيضا غرفة العمليات الميدانية لتحرير سورة الجبرة، وتحاول الوقوف مع التنسيق والدعم اللوجستي بشكل كبير في وتدريبات القوات المتواجدة على حدود السرقة وببقرين ومشكة أو في تهدف التواصل دائم مع القيادات العسكرية أو مع القيادات التي تنطق لنا لجهة مستقرة لجهة حقوقية كل تلك الانتهاكات. أيضا بشكل كبير تواصل مع الفعاليات وزارة الفعاليات التعبية مثل المظاهرات التي كنا فيها تخرج تساعد مظاهرة التعبية مدينة مزابع والنقصور، ودائما تحمل بين ضيافها هذه المظاهرات رسائل للمجتمع الدولي وايضا لمجلس الامن ولغسان السلامه، وفي كل زمن وجد رسائل معينه ومحدده ووفق الانتهاكات التي تحدث وكانت الانتهاكات في حق مؤسسه الدوله وفي حق الاطفال وفي حق النازحين والمهاجرين. ولكن لا زلت الوم صراحه على حقوق المجلس الرئاسي على وجه التحديد قله الدعم وقله الدعم الكبرى في غرفه التحرير سته الكبرى صراحه، وضع عده تساؤلات وجانا اكثر من سؤال في خلال قناتكم صراحه دعم الكيف بشكل بطيء. اليوم لمده نفسه من زياره اللواء محمد حداد المنطقه الوسطى العسكريه مع غرفه التحرير سته والوقوف على التجهيزات العسكريه واللوجستيه هناك في المحاور وقوات الجيش وقوات المساعده هناك، كانت في قمة النضال العسكري وهي تنتظر الأوامر من قيادة الجيش الأعلى
بالتقطع في اي وقت جاهز الان على الاستعداد، وفي نفس الوقت تحتاج بعض الدعم الموجود في الأدرز وأرغب الحكومة الإدارة الوطنية للبرياتي، لهذا لا شك السيد فايز براز وهم البرياتي طرحت تسهيل هذه التعوقات والصعوبات الموجودة في وزارة الدعم الفني أو بدعم آخر، لأن القوات طرحت تتواجد نحن على ثقة بذلك، هم أبناء الوطن أبناء الجيش الليبي ويسعون لي هذا التطور العسكري من الدول الداعمة لحفتر ومثلث الشر المعروف مثلث الإمارات أو مصر أو حتى فرنسا تحمل حتى الفيت في الأمم المتحدة، كل هذا لم يكن الطرف عليه الاحتياجات يوميا. الآن تحدث الصواريخ الصواريخ التي تمت على العسكر هي صواريخ العبياء صواريخ الجرارات والراكنات، فهي ليست تحدث الأهداف، هي عبارة عن صواريخ خطة وتطلق في الليل، يعني هذا أكبر دليل على ليس يقرأ اهتمام لحقوق البشر جهات حقوق الإنسان. حسب ما سمعت اخر الصواريخ التي صدرت من 14 ساعه او 16 ساعه من الان كانت ان تحدث كارثه بشريه بشكل غير عادي، يعني احدى القذائف التي تحدث على 50 متر عن احد البنات الكثيره في مدينه طرابلس، لا قدر الله ان سقطت هذه البنات، نشوف عدد الضحايا التي سقطت والجثث والاشجار التي تحدث، كل هذا فرأى وتسمع واحده خصوصا في هذه الايام التي تتحدث فيها عن الحوار السياسي وعن الحوار الاقتصادي وتغض الطرف عن المناسبة التي يحدث الانتهاكات في مطلق النار ضده، هي أفضل ورفض في مطلق النار، ولكن كل هذه الانتهاكات لم يبررها على غسل السلامة ولم تدعها في تصريحات له في صفحات البوابة الاجتماعية التي تملكها الولايات المتحدة أو حتى تصريحات المؤتمرات الصحفية، وعكس ذلك صراحة هناك دور ضئيل جدا إعلاميا لحكومة الوفاق الوطني، لا وجود لا تخرج إلى هذه اللحظة، غياب لا أعرف هل هو ضعف أو عدل أو عدم وجود وزير إعلام يتحدث بشكل دوري يعطي خطة تفصيلية يعطي سياسية عسكرية اقتصادية ما يحدث الآن في أروقة، هو العالم في أسره الآن يتحدث عن ليبيا، ولكن لا يوجد من يتحدثنا عن حكومة الوفاق الوطني ولا يتحدثنا من السياسة عن خطة السياسية القادمة العسكرية الاقتصادية. صراحة أكثر من 7 أشهر منذ أن ترك واستقال السيد مهند يونس فكرات الحكومية وسنة الفتح لا وجود لنا تربي بالحكومة، ونحن في حالة حرب، وحرب يعني ليست حرب تدريبية، هي حرب بين دول إرهابية تدعم اكتشاف أكثر للحصول على قوة في المقابل حكومة الإمارات لا تحرك ذلك حتى إعلانيا، هذا الشكل صراحة غريب جدا، وحتى مسؤول مثلا يعني ممثل ليبيا في الاتحاد الاوروبي لا يسمع له كلام وله حتى تصريح يعني اعلاميا في مقر في جنيف او في بروكسل حتى يصل القنوات الاعلاميه الاجنبيه للحكومه او ايضا يقول الامم المتحده ايضا تقول طيب ليبيا او مندوب ليبيا من الاتحاد الامريكي نعم سيد الشام نعم وصلت الفكرة هنا، وأشكرك جزيل الشكر المسؤول الإعلامي بغرفة الطوارئ مصراتك، كنت معنا متحدثا عبر الهاتف السيد محمد الشامي. أعودك من جديد هنا سيد بن طاهر عبر الأقمار الصناعية من مصرات المحلل السياسي. سيد بن طاهر، في مسابق وأثناء توقيع الاتفاقيات بين تركيا وحكومة الوفاق شهدنا تسارعا في الأحداث، ولكن الآن إلى حد ما أصبحت الأحداث تسير بشكل بطيء. في ظل كل هذه المستجدات الآن، ما الذي يجب على حكومة الوفاق وكل الجهات المسؤولة القيام به لتدارك الموقف؟ الحقيقة هناك الآن مساران، يعني مسار في ظاهره البطء لكن يحمل نوع من إذا صح التعبير نوع من التآمر على القضية الليبية. يعني نعرف تماما أن العالم أو الدول المستفيدة غير متفقة على الملف الليبي، وهذا قد يكون لو نظرنا إليه من ناحية إيجابي وسلبي، يعني سلبيته تكمن في بطء الحل، لكن إيجابيته أيضا بأنه لا توجد قوة مسيطرة داخل ليبيا، والدليل على ذلك الترنح، يعني في لحظات معينة كانت قوات حفتر تمثل ثقل عسكري كبير جدا. الاتفاقية الليبية التركية
هي الأصالة التي تتكئ عليها حكومة الوفاق. الحقيقة لو نظرنا إلى المتغيرات التي حصلت بعد هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم التي أعدها تاريخية الحقيقة، يعني غيرت مسار الدولة أو المسار الدولي، وأصبحت هناك حسابات، كان هناك استضعاف واستنقاص لحكومة الوفاق وحلفائها. عندما دخلت تركيا وهي شريك قوي كما نعلم سواء للأوروبيين أو في حلف الناتو أو في المنظمة الآسيوية، موقعها المهم جدا غير الواقع العسكري، وهذا بذوره سيقود إلى تغير في الواقع السياسي. أنا أعتقد أن الأطراف جميعها تعد للمفاجأة العسكرية، لكن النقطة الإيجابية كما قلنا في حكومة الوفاق أن هناك اقتناع كبير جدا في المنطقة الغربية اللي تشكل تقريبا 60% من سكان ليبيا، وهذا ثقل سكاني في غاية الأهمية. أيضا من ضمن المعلومات المؤكدة التي تصلنا، هناك تململ في المناطق التي يسيطر عليها حفتر مثل الواحات هون وجهة وواحات الجفرة، أيضا حتى في مناطق الجنوب الليبي. أيضا هناك بعض الإشكالات التي تحدث والاختراقات اللي من ضمنها الآن المسألة الأمنية في دارنا ليست كما يشتهي وتنبغي قوات الأمن الداخلي والقوات المسيطرة التي تشكل عودة سيئة للنظام السابق. يعني دعني بالله في عجالة نتحدث عما يسمى نعم والشيء بالشيء يذكر. الآن الناس يتشبتون بالجيش، ما هذا هو الجيش الذي أرادته 17 فبراير؟ هذا الجيش القمعي الذي تمثلت سلطته وعودته إلى السلطة في القمع الذي يتعرض له أهلنا في الشرق. لا أحد يستطيع الحديث، لا أحد يستطيع الآن الخروج حتى بهاتفه العادي. يعني هناك قمع من جيش موروث، هذا الجيش أيا كان شكله فهو مرفوض بالنسبة للليبيين. نريد جيشا بعقيدة جديدة يمثل ثورة 17 فبراير ودماء الليبيين. واضح، أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي الطاهر بن طارق، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مدينة مصراتة. أعود لك هنا من جديد أستاذة سميرة العزابي، الناشطة السياسية والحقوقية، ولكن الآن لنستثمر الجانب الحقوقي مع حضرتك وبحديثنا حتى على الجرائم المرتكبة من قبل ميليشيات حفتر وأيضا استهداف المدنيين. بعض الجرائم وكثير منها يرتقي لأن يكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هنالك 6 عائلات ليبية رفعت قضية ضد حفتر والإمارات في محكمة أمريكية، يعني كيف تبعت رفع هذه القضية من قبل هذه الأسر يعني أستاذة سميرة؟ فعلا إن السير في مثل هذه الحرب على كافة الأصعدة هو مهم جدا، وأن يكون في كافة الميادين سواء كانت القضائية داخليا أو خارجيا مهم جدا، وأن تكون هذه المتابعات تكون بشكل مدروس وقانوني لتقديم مثل هذا النوع من الدعاوى. لكن السؤال الذي يطرح نفسه يعني كحقوقية وكقانونية، يعني مستغرب جدا أن يكون شخص بحسب وجهة الأطراف. يعني الآن الحديث بشكل قانوني صرف بعيدا عن أي توجه أو أي شيء شخصي اتجاه أي شخص، لكن القانون الليبي يؤكد بأن من يتولى بأن يكون ضمن الجيش الليبي لا يكون لديه جنسية أخرى. يعني الغريب جدا يعني أن نجد أن شخص موجود على رأس الجيش الليبي ويحمل جنسية دولة أخرى. يعني الشخص يحمل جنسية من دولة أخرى لا يمكن قبوله حتى في أصغر تكنة أو في بداية حتى الثانوية العسكرية، لا يقبل دخوله في هذا الجيش، هذا وفق القانون العسكري الليبي. يعني هذه نقطة أساسية هي الارتكاز عليها. هذا مواطن أمريكي يحمل الجنسية الأمريكية ولا يخفي ذلك، ولا نجد إنكار لا من قبله ولا من قبل داعميه ولا من قبل الدولة، حتى نقول أنه لا يوجد مستند رسمي يمكن الاتكاء عليه في تحريك مثل هذه الدعاوى. ففي الشق من ناحية أن هذه الأسر اتجهت إلى هذا المسار هو مهم جدا ومحرج حتى للدولة الأمريكية وصلوا
السلطات الأمريكية أن المواطن الذي منحته هذه الجنسية فلنرى ماذا ستقول. يعني هل هو ارتكب هذه الجرائم في ليبيا بحكم أنها يشغل منصب عسكري في ليبيا وهي تعلم جيدا بأنه لا ينبغي أن يكون لديه هذه الجنسية؟ فهذا السؤال مهم جدا، كما أشرنا بأنه لا يمكن أن يتولى أن يكون حتى ضمن ثكنة عسكرية، فما بالك أن يكون على رأس هذه الجهة البرلمان في المنطقة الشرقية. البرلمان في المنطقة الشرقية أعطاه الوسام وقلده هذه الوظيفة، وهو يعلم جيدا من الناحية القانونية لا يمكن لأي شخص يحمل جنسية دولة أخرى حتى وإن كان من خلال الإجراءات القانونية السليمة وبموافقة الدولة الليبية. ونعلم جيدا بأنه تحصل هذه الجنسية وبدون حتى موافقة الدولة الليبية، وفي كل الأحوال لا يمكن لشخص يكون لديه هذه الجنسية. بينما بالنسبة للسيدة سهام سرقيوة تم إسقاط عضويتها في البرلمان معاقبة لغيابها، غيابها بالنسبة لهم غير مبرر. يعني نفس البرلمان يقلد جنرال بأن يتولى رأس السلطة العسكرية في نفس الدولة ونفس الإدارة القانونية ونفس اللجان القانونية ونفس الإدارة ونفس الأشخاص، تقلده أعلى منصب وهناك شرط رئيسي يمنعه من أن يتقلد هذا المنصب وتسقط عضوية سهام سرقيوة التي كان ينبغي أن يكون هناك بيانات واستنكار، ولكن بسبب غيابها الغير مشروع، فشيء مدمي ومحزن. يعني نعم، الناشطة السياسية والحقيقية الأستاذة سميرة العزابي، ابقي معنا، لازلت متواصلة معنا في الجزء الثاني من بانوراما الحدث. وأنتم أيضا مشاهدينا لا تذهبوا بعيدا، فاصل ونعود من بعد لاستكمال بانوراما الحدث. أهلا بكم من جديد مشاهدين. أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا الثلاثاء اتفاق الليبيين المشاركين في المباحثات الخاصة بالمسار الاقتصادي في القاهرة على إنشاء ثلاث مجموعات عمل لتحسين إدارة الإيرادات وتوزيعها وتعزيز الشفافية واللامركزية والعمل على معالجة الأزمة المصرفية الملحة. وأوضحت البعثة عبر موقعها الرسمي أن المشاركين وعددهم 28 تدارسوا التحديات والفرص المتاحة لإعادة الإعمار والتنمية، واتفقوا على الحاجة الملحة إلى هذه اللجنة للعمل على القضايا التي تؤثر في الوضع الاقتصادي للبلاد، لا سيما في القطاع المصرفي ومسألة توقف إنتاج النفط مؤخرا. أيضا مشاهدينا، وللحوار حول هذا الموضوع لا زالت مستمرة معنا هنا داخل الاستوديو الناشطة السياسية والحقوقية أستاذة سميرة العزابي، كما سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مدينة مصر أستاذ علم الاقتصاد بجامعة مصراتة الأستاذ عبد الحميد فضيل. أهلا بكم ضيوفي، وهذا معك هنا سيد فضيل، وبحديثنا حول هذا المسار الاقتصادي وما نتج عنه، وهو هذه اللجنة التي ستناقش عديد المواضيع ووضع مقترحات. يعني بداية، هذه اللجنة المشكلة ما مدى واقعية عملها وداء عملها في هذه الأثناء سيد الفضيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ نور الدين ولضيوفك ومشاهديك الكرام. حقيقة يعني إذا ما تحدثنا عن المسار الاقتصادي الذي عقد خلال اليومين الماضيين في القاهرة، حقيقة يعني هناك غموض كبير فيما يتعلق بهذا المسار تحديدا، يعني بداية بالدوافع الأساسية والرئيسية وراء انعقاد مثل هذه اللقاءات، أيضا حتى الأسماء التي تم اختيارها، هل رشحت من قبل الجهات مثلا وزارة الاقتصاد، التخطيط، حكومة الوفاق الوطني، مصرف ليبيا المركزي. أيضا إذا ما تحدثنا عن اللجان التي سوف تشكل، تقريبا هي ثلاث لجان، لجنة تختص بمعالجة القطاع المصرفي والقطاع الخاص، ولجنة أخرى تختص بين قوسين بإعادة توزيع الثروة، ولجنة أخرى تختص بعملية إعادة الأعمار. يعني السؤال الكبير الذي يطرح نفسه
هناك أولويات أخرى إذا ما ذهبنا في هذا المسار وارتضينا به، يعني هناك عندك مشكلة كبيرة وكارثة تحل بالاقتصاد الليبي. هي جريمة إغلاق الحقول والمواني النفطية، لم يتم التطرق إليها أو وضع حلول لها. يعني أنت بتدير إعادة إعمار وفي نفس الوقت بتصلح القطاع المصرفي، وعندك كارثة، عندك مشكلة سوف يترتب عليها يعني أمور كارثية بالنسبة للاقتصاد. عندما تتحدث على لجنة لإعادة الإعمار، إعادة الإعمار كيف سيكون هناك إعادة إعمار وأنت الآن فوهات المدافع على المدن الليبية والطائرات تقصف؟ كيف يكون هناك إعادة إعمار والمصدر الوحيد لإعادة الإعمار وتمويل المشاريع هو متوقف وهو القطاع النفطي؟ أيضا عندما نتحدث على الجزئية الأخرى، إعادة توزيع الثروة، هم يقصدوا به إعادة توزيع عائدات النفط تحديدا وتشكيل لجنة. دائما أستاذ عدنان، دائما عندما يكون هناك مشكل يعني وأنت لا تستطيع أن تجد لها حلول، في الغالب نقول شكل لجنة. طبعا السوابق والشواهد السابقة يعني تتحدث على العديد من المسارات الاقتصادية والعديد من اللجان، ولعل أهمها مراجعة حسابات المصرفين، ولم يحدث شيء إلى الآن. نعم. فبالتالي أتصور ما يحدث فيما يتعلق بالمسار الاقتصادي هي عبارة عن اجتهادات من غسان سلامة لتحقيق مكاسب شخصية، باش يكون في جلسة في مجلس الأمن وعند إحاطته يقول والله حققنا تقدمات في المسار الاقتصادي وصارت تفاهمات، هو في الحقيقة لم يحدث شيء. أيضا النقطة الأخيرة، عندك مشكلة أخرى، الانقسام في المصرف المركزي لم يتم. أنا مانيش عارف كيف بتدير إصلاح في القطاع المصرفي، وعندك مصرف مركزي ومصرف آخر موازي، عندك طباعة عملة، يعني في مشاكل كبيرة جدا. الآن تتحدثني على مسارات يا أستاذ عدنان، هذه المسارات يتم أو تتم الحديث فيها بعد الاستقرار، يكون طيب هناك استقرار. سيد الفضيل، سيد الفضيل، يعني أكتفي معك بهذا الشرح، ولكن سأعود لك بعد قليل للتفصيل يعني في كل النقاط، لأن هنالك بعض النقاط ربما المبهمة حتى لي شخصيا، يعني أود من حضرتك أن تفصلها لنا. سأعود لك بكل تأكيد، ابقى معنا أستاذ الفضيل. أعود لك هنا أستاذة سميرة العزابي، وأنت ناشطة الحقوقية والسياسية هنا اختيار مصر، وأيضا حتى دعوة شخصيات كما أخبرنا سيد الفضيل يعني غير معروفة وكذا، وهنالك أيضا حتى ملف النفط الذي كان من المفترض أن يكون هو الأول على طاولة الحوار. ولماذا مصر بالذات هنا؟ ودائما لنذكر حتى المشاهدين بأن دائما مصر ما تتحدث على توزيع العادل للثروة، لأنه هو ربما يكون المبدأ الأساسي لأي حوار أو غير ذلك. يعني لماذا مصر هنا؟ فعلا السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا مصر؟ طبعا الشقيقة مصر هي أكبر من أن تختزل في شخص السيسي، ولكن لا نستطيع أن ننكر بأن النظام الآن الموجود في رأس السلطة للشقيقة مصر لديه توجهات واضحة وعلنية، لا يمكن أن يكون هناك أي محادثات تجري لأي عملية إصلاح أو أي عملية استشراف مستقبل اقتصادي جيد وتكون هذه المحادثات على إقليم دولة هي من تساهم في إفشال المسار السياسي وإفشال السلام الذي يعد الركيزة الأساسية لتطور الاقتصادي في الدولة. فشيء غريب جدا يعني بأن تكون مصر هي حاضنة لمثل هذه المؤتمرات، هذا من جانب. كما أن هذه المؤتمرات إذا كنا نريد أن نحل أزمة اقتصادية خانقة في أي دولة، هل من المنطقي أن يكون هذه الاجتماعات بمشاركة وعلى أرض دولة تعيش أزمة اقتصادية كبيرة جدا وليس لها موارد أصلا؟ يعني سؤال يطرح نفسه، هل مصر يعني إلا إذا كنا لم نطلع على التقارير الدولية التي تعطينا الترتيب بالنسبة لمصر في الدول بناحية الأزمات؟ حاليا تمر بأزمات خانقة وكأنها بمثابة تريد هذه الأطراف التي تنسق من مثل هذه الاجتماعات، تريد من حكومة الوفاق لا تشارك.
وكأنها تعي جيدا ماذا يمثل أن تكون حتى بمفهوم الاجتماعي بسيط، حتى عندما يكون خلاف بين طرفين ويكون طرف يعد يعتبر طرف واضح ورئيسي. كافة التقارير الدولية بينت تدخل مصر، سياسة مصر السيسي في الملف الليبي، الحقوقية بينت أن هناك دعم عسكري، يعني حتى بصوت الإعلام المصري وبصوت جهور حققت القيادة المصرية قصف في ليبيا، يعني ليس حتى بشكل مبطن بل هو بشكل علني. هذا من ناحية اختصاص موضوع أن تكون هذه المباحثات في مصر، أعتقد أنه غير مقبول، وكان ينبغي على الدول التي تدعي وعلى رأسها الأمم المتحدة كمنظمة دولية أممية تدعي بأنها تريد إخراج ليبيا من هذا المأزق، كان ينبغي أن يكون لديها إرادة حقيقية بأن يكون المناخ خصب، بأن تكون القاعدة خصبة، بأن يكون مدينة على الأقل حيادية، دولة حيادية وليس دولة متداخلة وبشكل كبير. هذا من جانب استضافة هذه المحادثات الاقتصادية في مصر. هذا من جانب. الجانب الآخر، الاستعداد لهذه المحادثات، تتحدث عن اقتصاد لدولة في مرحلة حرب، دولة لديها إيرادات كبيرة، لديها عدد كبير من الملفات، هل ممكن أن يتم فعلا تحديد المشاكل وإيجاد الأليات في يومين من أطراف أصلا لا يوجد هناك اتفاق؟ هذا يعكس يعني حتى إذا كان لديك قد تكون حتى ميزانية مصنع بسيط ومشاكل مصنع بسيط، تحتاج إلى اجتماعات لتوصيف المشكلة والوصول إلى الحقيقة المشاكل، ولكن إذا كان هناك يعني سيناريو واضح أو توجيه نحو أن هذه المشاكل الاقتصادية هي المشاكل الوحيدة في هذا الملف، فبالتالي هذا لن يكون مقبول. مثل هذه الملفات تحتاج أن يكون هناك فعلا وصف، حتى وصف ونقل الواقع لتحديد المشاكل الحقيقية. أما بالنسبة للنتائج التي أسفرت عنها بأن يتم تشكيل لجان، خاصة الإطلاق على إعادة توزيع الثروة، هذا المصطلح إعادة توزيع الثروة على أي أساس؟ نحن نحتاج إلى حتى على المفهوم الاقتصادي، ولا ما أكون اقتصادية، نحتاج إلى أشياء أساسية، نحتاج إلى مكافحة فساد، نحتاج إلى أن يكون هناك عمل مؤسساتي اقتصادي كبير جدا. إعادة توزيع الثروة على أي أساس أن يكون؟ ونؤكد جميعا بأن هذا المصطلح أول من أطلقه بشكل كبير السيد غسان سلامة، ثم أن القاهرة أي مصر الحاضنة من خلال السيسي أعلن بأن المشكلة الحقيقية. هذه الحيلة لن تنطلي على أحد، المرتبات كل الليبيين يتقاضوا نفس المرتبات، المشكلة تحتاج إلى حلول اقتصادية فعلا كبيرة. في الختام يعني إعادة الإعمار، نتمنى أن يكون هناك إعادة إعمار، ولكن تتحدث في مرحلة هشة، في مرحلة يعني تحتاج إلى أبجديات، يعني تكاد الدولة نتيجة الإقفال النفط ستعجز عن دفع المرتبات، البند الأول من الميزانية والبند الثاني، تترك هذه البنود وتترك المصدر الرئيسي الذي يعاني المواطن الليبي حتى من وجود مرتبة أو مصدر الأساسي لدخل الدولة، وتقفز على البند الثالث لهذه الدولة وهو بند الإعمار والبنية التحتية والمشاريع التنموية. فهذا يعكس فعلا بأن هناك فقاعة يريد أن يخلقها السيد غسان سلامة ومن معه، وأن يتم تحييد توجيه الأنظار حول المشكلة الحقيقية. أيضا حتى بذكرك هنا لإعادة التوزيع العادل للثروة، أنتقل بهذه النقطة لضيفنا عبر الهاتف لنتحدث عن طريق أو بشكل دستوري، هنا عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الأستاذ ضو المنصوري. أهلا بك سيد المنصوري، بحديثنا على إعادة التوزيع العادل للثروة كما خرج من هذه الاجتماعات في القاهرة، الاجتماع في المسار الاقتصادي، يعني كيف يتوافق يعني إعادة توزيع الثروة مع الدستور هنا؟ شكرا لكم ولقناتكم الموقعه ولمشاهدينكم الكرام. حقيقه انا ارى ان التوقيت طرح هذا الموضوع وفي هذه الفتره هو جزء من سيناريو الامم المتحده لطاله الازمه في ليبيا، وخلق والبحث عن ازمات وليس حل الازمات القائمه. كل هذه الازمات القائمه تدور يعني وجودا وعدما مع عدم الاستقرار. بعثة الأمم المتحدة لليبيا المقصود منها بموجب قرار إنشائها هو تقديم الدعم السياسي لليبيا، وكانت بواكير وهو اتفاق صخيرات
الذي حل جزئيا جزء من هذا الاستقرار السياسي. لا يوجد على الإطلاق هذا يعني حل لهذا المصطلح في ظل الأزمات القائمة إلا إذا أريد عدم حل المشكلة في ليبيا وإعادة تدويرها وخلق مشاكل أخرى حتى لا يتم الحل السياسي وتبقى ليبيا دون الدولة ودون المستوى الذي يهيئ الشعب الليبي لإقامة دولة دستورية. بدأت هذه القصة سيدي منذ تولى السيد غسان سلامة الذي ما انفك يصدر التراب على مشروع الدستور. مشروع الدستور الذي أصدرته هيئة منتخبة من الشعب، وهذه الهيئة إذا تكلمنا، لا أريد أن أطيل في هذا المجال، نعم. إذا تكلمنا فقط عن سؤالك في متعلق بتوزيع الثروات، فإن مشروع الدستور الليبي هو مشروع الدستور الوحيد في الوطن العربي الذي أفرد بابا خاصا للثروات الطبيعية، أفرد بابا خاصا لتوزيع التنمية الاقتصادية العادلة والتنمية الاجتماعية العادلة والتنمية المكانية العادلة. فالباب المقومات الدستورية نص في مادته 22 على 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 التوزيع العادل للثروة، وكذلك في المواد من 43 إلى 48 في مؤسسة الحكم المحلي التي أعطيت صلاحيات كاملة غير منقوصة وأعفيت من الرقابة السابقة ولها الشخصية الاعتبارية وتمول من الدولة ومن المشروعات التي تقوم بها. ثالثا أن المشروع أفرض في المادة 162 باب الهيئات الدستورية المستقلة هيئة التنمية المستدامة، وفي باب النظام المالي للدولة في الفقرة 2 توزيع الثروات بشكل عادل ومنصف، وفي المادة 169 اللي هو باب الثروات الطبيعية، والمادة 171 توزيع المشاريع اللي هو التنمية الاقتصادية للمناطق التي يخشى من نضوب ثرواتها. أنا أرى أن مشروع الدستور الليبي الذي أقرته الهيئة يجيب على كافة الأسئلة التي قد تطرح، وهو أول مشروع في الوطن العربي يتعرض لمثل هذه المسائل ويجيب عليها، وكل الأسئلة التي يطرحها المجتمعون في القاهرة لها أجوبة في مشروع الدستور. طيب واضح سيد المنصور، سأعودك بكل تأكيد، ابقى معنا فقط لننتقل إلى ضيفنا أستاذ علم الاقتصاد بجامعة مصرات سيد عبد الحميد الفضيل. سيد الفضيل، يعني قبل قليل عندما تحدثنا على هذه النتائج المخرجات من المسار الاقتصادي، هنا هذه الاجتماعات أوصت على في الختام على الإفصاح والنشر والشفافية في البيانات الاقتصادية المتعلقة بالمصروفات والإيرادات، يعني ما الذي يعني ذلك في علم الاقتصاد تحديدا، ولماذا هنا أوصت به برأيك هذه الاجتماعات؟ يعني هم يتحدثون على تحديدا على الإيرادات النفطية من النقد الأجنبي، أين تنفق هذه الإيرادات، ويطالبون بوجود شفافية أي بيان واضح للإيرادات المتحصلة بالإضافة إلى مصروفات هذه الإيرادات المتأتية من قطاع النفط. طبعا أستاذ نور الدين، يعني إذا ما تتبعنا خلال عام 2019 وحتى في شهر يناير لعام 2020، يعني استخداماتنا من النقد الأجنبي في عام 2019 يعني تصدر بتقرير من المصرف المركزي، بالإضافة أيضا فيما يتعلق بالترتيبات المالية والميزانية العامة أيضا تصدر بتقرير من المصرف المركزي. لا أقول أن هناك شفافية كاملة، ولكن على سبيل المثال استخدامات النقد الأجنبي كانت مفصلة من قبل المصرف المركزي. لا نقول أن كل شيء واضح ولا يوجد تجاوزات إلى غير ذلك، ولكن لا يعني ذلك أننا نتجه إلى الأمم المتحدة ومبعوثها باش يضع لنا الحلول، مثل ما ذكر ضيفك الكريم في موضوع إعادة توزيع الثروة لو صح هذا المصطلح، يعني هو مفصل في مشروع الدستور، ولا يمكن يا أستاذ نور الدين أن تكون هناك لجنة تو بتعيد وبتصيغ لنا
بنود وبتستغلنا آليات لإعادة توزيع إيرادات النفط كيف ستكون، وسوف يتم الاتفاق عليها من كافة المؤسسات سواء كانت الاقتصادية أو السياسية في ليبيا. أتصور أن هذا الموضوع حقيقة هو مضيعة للوقت لا أكثر ولا أقل. الحلول أستاذ نور الدين هي موجودة حقيقة في كافة المجالات، سواء كان في إعادة الإعمار من خلال مشاريع وطنية، يعني مثل ما ذكر ضيفك الكريم، يعني كل الأمور هي مفصلة، ولا يمكن أنك أنت تجتمع في يومين وتطلع لي بتشكيل لجان. طبعا ماذا سيحدث؟ هذه اللجان سوف يعني تعمل، ولكن لن يكون هناك يعني أشياء تطبيقية على أرض الواقع، لأن السؤال أيضا الكبير الذي يطرح نفسه، نفترض أن هذه اللجان اشتغلت وخرجت بمقترحات، يعني هذه اللجان سوف تتبع لمن؟ ومخرجاتها سوف تكون هل ملزمة للمصرف المركزي وملزمة للحكومة وملزمة للحكومة الموازية هناك وملزمة للمصرف الموازي؟ يعني لا يمكن أستاذ نور الدين أن يكون هناك إصلاح على حطام، يعني أنت عندك إغلاق للنفط وعندك انقسام في المصرف المركزي، أنا مانيش عارف كيف سوف يتم الإصلاح. أتصور لو تم إعادة إنتاج النفط من جديد وتوحيد المؤسسات الاقتصادية في الوقت الراهن، أتصور أنه شيء إيجابي وإيجابي جدا. ثم بعد ذلك بعد حدوث استقرار نتحدث على المواضيع العالقة الأخرى، والتي أتصور أن الجزء الأكبر منها سوف يحل أوتوماتيكيا إذا ما حدث استقرار حقيقة، ولكن في ظل ما يحدث الآن من عدوان لا يمكن أن يحدث أي تطور إيجابي. أيضا ما لفت الانتباه أيضا، يعني الآن عندما صدر تقرير من المصرف المركزي وأيضا من المؤسسة الوطنية للنفط التي تحدث على خسائر مليار و300 مليون، يعني في بعض القنوات الإعلامية تتحدث المضادة تتحدث على أن خسائر حكومة الوفاق بلغت أكثر من مليار و500 مليون دولار، وكأن يريد أن يسوقون أن الذين خسروا هي حكومة الوفاق وليس الشعب الليبي. حقيقة ما يحدث الآن هو عبث، والآن نتحدث على حوار اقتصادي وإصلاح وإعادة أعمار. أتصور أن هذه المواضيع الثلاثة أو المقترحات الثلاثة هي سابقة لأوانها، وأتصور لا يمكن أن نبرر ذلك إلا في نقطتين. لاحظنا أن جريمة إغلاق الحقول والمواني النفطية يعني تزامنت مع الحوار الاقتصادي، لأن لو لم يكن هناك إغلاق للحقول والمواني النفطية ربما هناك شخصيات لا يمكن أن تجلس في مثل هذا الحوار، وبالتالي وكأنها ورقة ضغط لإجبار الطرف الآخر بأن يجلس مع غسان سلامة ويتحدث على حوارات اقتصادية. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، ما يدعم هذه الفرضية أو هذه النظرية أنه لم يتم الحديث أيضا على موضوع قطاع النفط بتاتا. النقطة أيضا الأخرى، غسان سلامة يتحدث على مطالب مشائخ القبائل وكأن جريمة إغلاق حقول النفط يعني شيء مستصاغ وشيء يمكن أن نقبله، وبالتالي كل المؤشرات يعني تبرهن وتعطي بأنه لا يوجد هناك جدية لوجود حلول سواء اقتصادية أو غيرها. أيضا النقطة أو المفارقة العجيبة هي ذكرتها الضيفة الكريمة في بداية حديثها، كيف يكون هناك إصلاح اقتصادي من خلال دولة فيها انقلاب عسكري، أيضا دولة لديها دين عام خارجي تجاوز 109 مليار دولار ولديها دين عام محلي بلغ 4 تريليون جنيه مصري. يعني نتحدث على الدين الخارجي تقريبا ارتفع بنسبة تقريبا كان بنسبة 43 مليار في عام 2013، والآن بعد الانقلاب نتحدث على 109. أيضا كيف نتحدث على دولة يعني الفقر المدقع تجاوز 40-50% بيجبون حلول اقتصادية مع المصائب التي نحن فيها الآن، وضعنا أفضل من الاقتصاد المصري. فالأشياء غريبة، يعني من بين دول العالم قاطبة لا توجد إلا مصر، يعني اختار حتى دولة محايدة حتى نقول والله ربما هناك حسن نوايا من أجل إحداث إصلاحات اقتصادية. ولكن ما يحدث حقيقة موضوعنا، شوف أستاذ نور الدين، الموضوع ليس بتدخل الأمم المتحدة بش يجيبون لنا حلول. الحلول موجودة في ليبيا، موجودة من خبراء اقتصاديين وقانونيين وسياسيين، ولكن هي الأمم المتحدة تستخدم عملية إدارة الأزمة.
تكون موجود، ضروري ما تكون هناك أزمة، ولكن إدارة الأزمة مش لأجل الحل بل لأجل استمرارها لأطول فترة زمنية ممكنة من أجل الحصول على بعض المكاسب. نعم استاذ علم الاقتصاد بجامعه مصرات استاذ عبد الحميد الضفدلي كنت معنا عبر الاقمار الصناعي من مدينه مصرات، اشكرك جزيل شكرك على كل الايضاح الذي قدمته لنا. استاذه سميره لازلنا نتحدث على هذا المسار الاقتصادي الذي عقد في القاهره، هذا المسار السياسي يعني في هنالك غموض حتى في اختيار الشخصيات، وحتى وان كانت هذه الشخصيات معروفه ولكن الاليه لم تكن واضحه، لم يرشح احد، خصوصا وان المسار العسكري هناك خمسة أشخاص يعني رشحوا من قبل الحكومة أو من قبل الجهات المسؤولة، أيضا حتى في المسار العسكري هناك آلية واضحة 13 من الأعلى للدولة 13 من النواب 14 شخصية حتى مش معروفة، ولكن الآلية واضحة أن في الاختيار، ولكن اختيار الغموض في الاختيار شخصيات وحتى الآلية غير واضحة، كيف رأيتها هنا أستاذة سميرة؟ فعلا هي الآلية في اختيار الشخصيات ولاحظنا يعني حتى نقول الطرف الآخر يعني لم يكن راضي عن اختيار هذه الشخصيات، يعني ما يؤكد بأنه لم يتم مخاطبتهم بخصوص اختيار الشخصيات، قد تكون مخاطبة عامة بالعموم وإيجاد ممثلين أن يتم الاختيار، لا يوجد اعتراض من حيث اختيار هذه الجهات التي تعتبر ملفاتها رئيسية سواء كانت مصرفية أو اقتصادية في الدولة الليبية، ولكن حتى آلية اختيار الشخصيات التي تمثل مثل هذه المحادثات كان مهم جدا، ولكن أن يكون بعجالة وأن يكون بهذه الطريقة فعلا هو مريب جدا، كما أن المحاور الأساسية التي عرضت لا تتناسب فعلا مع كما أشرنا مع المرحلة، يعني بتبسيط المفهوم جدا بمثابة أن لديك مريض في غرفة الإنعاش في حالة خطيرة جدا، للأسف هذه ليبيا الحبيبة هي التي موجودة في مثل هذه الحالة، هناك صمام الأكسجين، صمام النفط، يتم قفل من شخص موجود ويدعي أنه وطني وليبي وشريك معك في الوطن ويقوم بقفل الأكسجين، وإذا بفريق يدخل على هذه غرفة الإنعاش ويقول بأنه سيقوم بتصميم زي فاره جدا لهذه الشخصية، أترك من يقوم بقفل صمام الأكسجين وأن أقوم بعملية إنعاش لهذا الوطن الذي يقوم أشخاص من أبناء ليبيا، شيء محزن، هناك نازحين، هناك أسر، هناك أطفال شردت، هناك أيتام بسبب هذه الحرب، هناك مدنيين لا علاقة لهم بالحرب من قريب أو من بعيد، ونسمع بأن يكون هناك إعادة، نتمنى أن يكون هناك إعادة إعمار، ولكن هذه القفزات العجيبة الغريبة يعني التي لا تتناسب مع المرحلة، لا تتناسب مع نزيف الوطن، الوطن ينزف ونحن نتحدث بأننا سنقوم بعمليات إعمار وما إلى ذلك، ففعلا يعني الموضوع محزن جدا ويحتاج الجميع أن نراه بعين واضحة، كافة الأطراف حتى من يدعم هذه الأطراف نتفاجأ من أو الأشخاص الموجودين في المنطقة الرمادية، نحتاج فعلا حراك حتى من المواطنين حتى بالمشاركة الحقيقية في مثل هذه المواضيع، هذا من جانب. الجانب القانوني الآخر الجانب القانوني الآخر هناك قفز فعلا حقيقي على إرادة الشعب الليبي وانتهاك السيادة الليبية، هناك هيئة منتخبة من قبل الشعب الليبي، الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، قامت بإعداد مشروع متكامل تريد الأمم المتحدة والدول الداعمة إبعاد هذه اللجنة التي قدمت تصور الشعب الليبي تعكس إرادته وتريد أن تأتي بإصلاحات قانون للثروة والمجال الاقتصادي بعيدا عن إرادة الليبيين. بحديثك على هذه النقطة أنتقل بها إلى ضيفتي التي انضمت إلينا الآن، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أستاذة اعتماد المسلاتي. أستاذة اعتماد، يعني ما الذي دعاكم إلى أن تخاطبوا البعثة الأممية ونائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ببعثة الأمم المتحدة، ما الذي دعاكم إلى مخاطبتهم بهذه الرسائل؟ السلام عليكم سيد فاضل ومرحبا بك وبضيوفك الكرام وبمشاهدينك الاعزاء. نعم. الذي دعانا لذلك نريد ان نقول للبعثه في الامم المتحده لا تقفزي على 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 المؤسسات الموجوده في ليبيا، لا تفرضي علينا قوانين موجوده وضعيه ومؤقته ليس حقل تجارب ونحن. نريد أن نقول لها إن الشعب الليبي عندما قام ضد النظام السابق
أراد أن يكون له دستور وأن يكون له قانون وأن يكون له انتخابات نزيهة حرة يحكمها الدستور وأن يكون لديها حاكم تحكمه القوانين داخل الدستور وليس عبارة عن قوانين تضعها مرة في حوارات جنيف ومرة في حوارات برلين ومرة حوارات موسكو ولا نعرف ما هذه الحوارات ومن يكتب هذه الحوارات. إنها تريد أن تقفز على سيادة الدولة، إنها تريد أن تفرض علينا عبارة عن قوانين أن تضعها هي وأن تقول للشعب الليبي امشي وراء خياراتي. نريد أن نقول للبعثة الأمم المتحدة هي بعثة للدعم في ليبيا لدعم الاستقرار وليس لزيادة الفوضى وزيادة القوانين التي لم تزيد الأزمة الليبية إلا أزما وتأزما. نحن أول ما انتهت الهيئة التأسيسية من تصويت على الدستور قامت البعثة الأمم المتحدة بدعوتنا وقلنا لها لا هدف لنا إلا أن يستفتى هذا الشعب ويمارس سيادته باختيار قوانينه ودستوره ويتركون وشأننا بيننا وبين الشعب الليبي في اختيار مصيرنا واختيار كيف أن تكون عندنا حياة سياسية كحياة سياسية كباقي الشعوب. فكان هذا الحوار ثم انتظرنا حتى خرج القانون الاستفتاء ثم أتى إلينا بحرب لا تبقي لا تدر من بعد 1000 كيلومتر هجرت من هجرت وقتلت من قتلت ونزحت من نزحت. ثم الآن تأتي وتقول لنا السيارات المسارات الاقتصادية والمسارات العسكرية والمسارات السياسية كلها مكتوبة في الدستور. الدستور هو عبارة عن عقد اجتماعي يحكي عن جميع هذه المسارات لتنظم حياة المواطن داخل الدولة الليبية. كتبنا مذكرة إلى السيد رئيس الحكومة السيد فايز السراج على أن يقول لنا أن يرسل لجميع السفارات وجميع جميع المجتمع الدولي بأن هناك هيئة منتخبة وهناك دستورا قد أنجزت منه هيئة تأسيسية ولم يبقى إليه إلا استفتاء الشعب الليبي وممارسة حقه في هذا الحق السيادي ولم نرى أي خطاب. فقررت الهيئة التأسيسية أن تخاطب الأمم المتحدة وتقول لها إن ليبيا عندما قامت تريد استقرار دولة تريد استقرار دولة داخل بقانونها وليس بحلول تلفيقية وبحكومات تختارها. نريد أن يكون لدينا حاكم ينتخبه الشعب الليبي وهو الذي يرتضيه ويحاكمه من خلال قوانين ومسارات دستورية. نعم أشكرك جدا جزيلا شكر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أستاذة اعتماد المسلاتي. أعود لضيفي أيضا عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أستاذ ضو المنصوري. أستاذ ضو بحديث قبل قليل مع الأستاذة اعتماد قالت بأن كل هذه المسارات موجودة في الدستور لكن هنا برأيك لماذا تقصي البعثة الأممية الهيئة هيئة تأسيس الدستور في كل الحوارات التي قامت بها؟ هو للأسف الشديد أن السيد غسان سلامة من فك يعني يشهر حرابة ضد مشروع الدستور لأن هذا المشروع سوف يقصي الأشخاص الذين أراد لهم أن يحكموا ليبيا ويؤسفني كذلك أن يكون هناك تجاوبا من رئيس الشقيقة مصر بأن حل المشكلات في ليبيا هو في توزيع الثروات. الذي أريد قوله أن مشروع أن الدستور المصري جاء خاليا من أي تنظيم لمشروع الثروات. الثروات هي التنمية. نحن في ليبيا كما ذكرت لك سابقا أن توزيع الثروات هو توزيع التنمية في ليبيا وليس توزيع المبالغ المالية التي تتحصل عليها الدولة على الأفراد. الدولة ملتزمة بإنشاء الطرق والمباني والمدارس والمستشفيات وتسديد رواتب العاملين لديها كل ذلك من خلال الثروات التي تحصل عليها من الموارد الطبيعية. نحن في ليبيا في مشروع الدستور تم ضبط هذه المسألة بشكل دقيق جدا جدا وأن جميع القوانين المتعلقة بالثروات تصدر من مجلس النواب وتحال على مجلس الشيوخ. هذا أولا. ثانيا أن الضوابط الواردة في المواد المقومات والباب المالي والهيئات الدستورية المستقلة إذا لم يتم مراعاتها
في قوانين التنمية وفي الواردة في قانون الميزانية، فإن المحكمة الدستورية كفيلة بإلغاء أي قانون يشكل خرقا لمبادئ الدستور المتعلق بالتوزيع العادل للثروة. هذه المسائل لا وجود لها في مصر. آخر تصريح للرئيس المصري لجريدة سبوتنيك يقول بأن المشكلة في ليبيا هو أن هناك خللا في توزيع الثروة، وكأن عمر بن العاص قد خرج جديدا في الشقيقة مصر ويوزع في عائدات قناة السويس والنفط والغاز على المصريين كل حسب استحقاقه. عائدات المبالغ المالية هي التي توزع من خلال تنمية وتم ضبطها بموجب قانون بموجب الدستور، وأي خلل في هذه في هذا التوزيع سيصطدم بالمحكمة الدستورية، لأن هي الضابط وهي الحاكم لكل اختراق يتم بموجب الدستور. نعم أستاذ علم عذرا، هنا عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أستاذ ضوء المنصوري، كنت معنا متحدثا عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر. كما أشكر أيضا ضيفتنا التي كانت معنا منذ انطلاق هذه الحلقة، الناشطة السياسية والحقوقية أستاذة سميرة العزابي، أشكرك جزيل الشكر على قبولك الدعوة. أيضا مشاهدينا أشكركم أنتم أيضا على حسن وطيب المتابعة، في أمان الله.